عندكم لوحات ومفارش وستاير واجزاء ممكن تتحط على صالونات بفن الديكوباج، توظف فيها الفن ده وطلع نتيجه هايله قوي زي اللي هنشوفها النهارده. وضيفتنا منورانا هي استاذه نفيسه زايد. صباح الفل يا استاذه نفيسه ومنورانا. يعني في الاول كده ادينا فكره سريعه، ايه هو فن الديكوباج؟ فن الديكوباج دوت عباره عن رقاق بتتعمل بتتحط فوق بعضها، يعني بنعمل الرسمه الاول وبعدين بنطرزها. اي ممكن لو احنا محتاجين نحط تحتها تول او فوم او كده ان الرسم يبقى بارز، هو ده الديكوباج. يعني هو المواد او الخامات اللي حضرتك اتكلمتي عليها دي زي التل مثلا عشان بس ترفع الرسمه شويه عشان تخليها تدي احساس البروز ده اللي احنا شايفينه في حاجات كتير من اللي معانا دلوقتي. تديكي احساس باللوحه ان هي فيها 3D، ان اللوحه مش فلات كده، لا ان هي فيها 3D. تبصي للوحه تحسي انها فيها عمق، وتحسي ان اللوحه يعني بتاخدك كده ان انت تقعدي يعني مركزه عليها فتره. وبعدين غير كده كمان ان اللوحات بتاعتي تبقى يعني يونيك، يعني فيها نوع من متفردة. اتعلمتي الفن ده او الشغل ده فين؟ وايه كمان الصعوبات اللي بتقابليها في الشغل ده؟ لان انا شايفه ان هو مش سهل ومتهيألي ان هو بيحتاج برضو وقت وتركيز طويل. اتعلمت الفن دوت في كندا، قعدت هناك حوالي 12 سنة. في كل منطقة بيبقى في فنانين بيتجمعوا، عارفة البرد والتلج وكده، كل اللي عنده موهبة بيعلمها للتاني. بس أنا أساسا كان عندي الاستعداد للرسم والتطريز والحاجات دي، يعني أنا أساسا بحب كده. فبدينا بقى إن احنا نتبادل الأفكار كلنا، وتعلمت بقى فن الديكوباج هناك، إزاي أعمل لوحات فيها تكسيم وفيها خامات عالية. يعني أنا ما بستعملش أي حاجة بلاستيك، كل الأحجار بتاعتي أحجار طبيعية. طيب عشان اتعلم الشغل ده، يعني دلوقتي مثلا انا ست بتفرج على الفقره وعجبني جدا الشغل وحاسه ان هو فعلا متفرد وكمان مدي شكل حلو قوي ممكن يغير ديكور البيت، لو انا عايزه اتعلم ده محتاج ايه في شخصيتي يكون موجود عشان اعرف اتعلم يعني اعمل الحاجات دي بسهوله؟ الحقيقه الموهبه، يعني يكون عندك استعداد للالوان، استعداد ازاي تمسكي الابره. يعني انا بيجي لي ناس بعلمهم بيطلعوا بنتيجه هايله، وهي ممكن يعملوا منه مشروع. يعني ممكن واحده تعمل مشروع وتشغل معاها كذا فرد ويدخل لها دخل كويس قوي. حضرتك عامله كده؟ ايوه انا بعلم وبعلمهم فري لانهم بيشتغلوا لي، انا في عامله زي جاليري صغير وبيشتغلوا لي، فبعلمهم في الوقت ده. واول ما احس ان هي بقت متمكنه خلاص بعينها وبيتعمل لها مرتب. طيب انت بتعلمي، يعني يعني بيجي لك ناس كتير جدا، في حد هتعلميه هتحسي ان هو هيطلع منه حاجه هيعمل حاجه، وحد تاني هتعلميه هتحسي ان هو لا ده اخره، هو مش هيعمل حاجه جديده او مش هيعمل حاجه متفرده، بتعرفي ده منين؟ من الاستعداد، يعني بشوف ازاي هي. اولا هم بيقعدوا يشوفوني وبيدوني الخامات، ناوليني ده هاتي ده، بيشوفوني ازاي بشتغل. بعد كده بحس بالنشاط بتاعها، اهم حاجه يخلوا المكان حواليهم نظيف، يلصوا الخامات مكانها، الالوان كل لون مع بعضه. لو لقيت ان هي مش منظمه وما عندهاش استعداد للتعليم لا بديها حاجات اخف، يعني ما يكونش 3D ده. طب انا ما تخيلتش ان الاجابه هتبقى كده، يعني ما تخيلتش ان انت هتقولي لي كده، انا تخيلت ان انت هتقولي لي ايه مثلا، انه احس ان هو مبتكر، يعني عمل حاجه وطلع حاجه يعني حاجه جديده في الشغل، لكن ما تخيلش ان انت تقولي لي انه هيرص الحاجات صح، يبقى منظم، يبقى هل الفن ده محتاج تنظيم كمان؟ محتاج تنظيم علشان خاطر ان لو هي حطت الاحجار كلها على بعضها ازاي هتبتدي الشغل؟ فاشوف استعدادها، استعدادها ازاي ان هي تبقى منظمه الاول. يعني هو نوع من الديسيبلين، يعني انا مش بعلمهم كده على طول، بيشوفوني الاول، بعد كده اما الاقي عندها استعداد اعلمها. لكن انا مش ممكن اكون مش منظمه وحد عشوائي جدا ولكن عندي فكر مثلا او مبتكره في شغلي. بس ما يطلعش الشغل بالدقة والنظام ده، لازم نظام، لان اللوحة بتاخد وقت. يعني في لوحات بياخدوا 7-8 شهور عبال ما يخلصوا، فلازم الستاف اللي يكون بيشتغل معايا يكون منظم جدا. طيب تحبي نبدا نتكلم بايه ولا انا اختار؟ زي ما انت عايزه. هو في طيب انا لفت نظري جدا الحقيقه اللوحة دي اللي هي البنت اللي بتلعب بالفلوت، هي أيوة. هي دي، يعني هي الجسم كله مش كامل وحاطه فيها احجار المورانو، وهي دلوقتي يعني تحسي ان هي يعني كانها فيها موفمنت، كانها فيها حركه. حقيقي فعلا. طب انا عجبتني اللوحه دي لانه حسيت انه هي
راسها بكتفها بايديها هم اللي باينين، وبعد كده ما فهمتش تحت في يعني مش حسيت كده كانه يعني ميرميد او عروسه هي زي البحر. هي الفكره ان من تحت كانها عروسه البحر، بس كل اللي تحت مترصع بالاحجار المورانو واللولي وبالاحجار الجيت، فهي تحسي ان هي كانها فيها حركه، لكن شوفي فيها كانها تمشي، الصوره كانها تمشي فعلا. طيب يعني انت من فوق ده رسم، انت رسمه صح؟ من فوق الاول اللوحه بتتعمل بنتشور بالزيت، وبعد كده الوقت انا عندي كذا رسام بيرسم معايا لان بياخدوا وقت، انا بقول لك يعني عندي ستاف كامل متكامل دلوقتي. لكن حضرتك ايه اللي انت عاملاه؟ انت لازم انا اللي اعمل 3D يعني، لا يعني مثلا الورد دي المجسمه دي انا اللي عاملاها كلها رسم وتطريز واحجار وفصوص والماز اللي هي البيضاويه ديت انا اللي عاملاها. طيب انا فاكره حاجه لطيفه جدا حابه نتكلم عليها، يمكن انا تابعت حضرتك من مثلا اكتر من كام شهر، كنت حياتك مشرفونا هنا كمان، وكنت جايبه لوحه كانت وش بنت يعني بورتري، وهي لابسه فستان فرح، حياتك فاكره صح؟ وقد ايه يعني اللوحه دي بهرتني، وبعدين لما جيت سالت بعد الفقره اتقال لي انه تخيل فستان فرح ده بتاع حد يعني عروسه وهي حابه تحتفظ بيه، حاجه تحكي لي القصه كمان. الحقيقه دي في طلب كويس قوي على البنت العروسه، بتجيب صورتها بتاعت الفرح وبنرسمها بالزيت، وبعدين نبتدي نحط الفستان بتاعها عليها الكورساج، بناخد الجزء الفوقاني وممكن نعمل زيه، في عروسه ما بترضاش ان الفستان مقصه فنعمل شبيه للفستان، بتضايق صح؟ يعني بتبقى حابه الفكره بس لما بتشوف اللوحه في الاخر بالشعر بالرموش بكده بتنبهر. طيب انا بقول ليه دي فكره حلوه لكل الستات اللي بتتابعنا كمان، اذا هم عندهم موهبه الرسم ممكن يعملوها في البيت، ممكن نعلمهم دلوقتي الخطوات، لانه فستان الفرح عند اغلب الستات هو مركون يعني محطوط في مكان كده، وحتى لما بتطلعيه بعد كام سنه تتفرجي عليه تحسي ان هو خلاص يعني اصفر، ما بقاش شكله حلو قوي زي الاول، لكن لو اتحط مثلا اتعملت اللوحه دي اتحطت في الصالون مثلا عندها وطول الوقت هي شايفاها والناس اللي بتيجي تزورها يعني شايفاها وتنبسط بيها، هي ده هيديلها احساس افضل. يعني هو الفكره ان احنا بتيجي العروسه بترسم الصوره بتترسم بالزيت صوره من اللي هي اتصورتها في الفرح، وبتجيب الفستان بتاعها، بناخد الفكره بنبتدي نعمل الباترون على الصوره، وبنبتدي نعمل فن 3D، ممكن يزيد فصوص ويزيد تطريز ويزيد احجار على اساس الصوره تبقى بارزه، وبنحاول نعمل فورمه الشعر اللي هي شعرها طويل نحط شعر طويل، نحط لها رموش. حضرتك بتحطي شعر طبيعي؟ طبيعي كله طبيعي، وبيترش بماده بحيث ان هو يقعد سنين على الحيطه ما يتاثرش. هايل، دي فكره بجد هايله. نتكلم طيب عن المفرش ده الاسود كمان، الاسود دوت في شغل كتير. ده في شغل كتير، ده بيتعمل منه كراسي للصالون، ممكن ان انت تاخدي منه تعملي كوشنز قدديات، ممكن ان انت تعملي منه على الستاير يتقطع منه ويتحط يتسوق بيه الستاير، يعني ده نوع من السيرما الاسود دوت، بس سيرما متطوره. طيب عايزة اتكلم عن اللوحة الثري دي دي اللي هي الورد بطبقات باكتر من طبقة فوق بعض، حضرتك اشرح لنا لو حد حابب دلوقتي يعمل زيها ايه الخطوات، ازاي كمان الورد بيطلع بارز بيدي الايحاء يعني شكله بارز كده. اللوحة دي عبارة عن بوكيه ورد مرسومة بالزيت الاول على قماش قطيفة، وبعدين عاملة منها الستارة الماتشنج معاها، وبعدين بعد كده بجيب الورد بنشيه بنحط له سبراي نشا، وبعدين ببتدي احط وراه سلك عشان تديله الحركه زي ما انت عايزاها عاليه عايزاها نايمه عايزه ورقه مهدوله كده، فبعمل بقى كده اهوت وبجمعهم مع بعض، وابتدي احط الاحجار والفصوص. وبعدين في حاجه مهمه عايزه اقولها، ان الباترون بتاع الورد من الطبيعه، شوفي بقى هم علمونا كده ان انت تاخدي الباترون من الطبيعه، يعني اي ورده تعجبك شكل الورده الحقيقيه تفكيها وتقصي الباترون عليها، فما فيش ورده ما تعرفيش تعمليها. هايل، حلو قوي الفكره دي. طب انا هقول لك على حاجه دلوقتي، انا متهيالي ان معظم امهاتنا وجداتنا ممكن نكون شفنا عندهم تابلوهات شبيهه بده، ولكن بالشغل ده يعني، بس ولكن انا هقول لك على حاجه بقى، فكر الشباب دلوقتي واكيد بتسمعي كتير من اصحاب حضرتك بنات حضرتك، انه احنا كشباب مش بنحب قوي يبقى عندنا في بيوتنا الحاجات دي، مش لان شكلها مش عاجبنا، بالعكس عاجبنا جدا، ولكن احنا عشان عمليين زياده
بنبقى خايفين انه طب التابلوهات دي لما هتتسرب احنا ممكن ازاي ننظفها، التابلوهات دي بعد فترة هل محتاجة نوع معين من الصيانة عشان تفضل بنفس شكلها ده؟ لا، هو الحقيقة اما في مادة انا برشها على التابلوهات بعد ما بخلصها، المادة دي بتعمل عازل ما بين التراب وبين الالوان والتابلو والخامات اللي انا مستعملها. وبعدين كل ما التابلو يقدم ليه مش بحط عليهم ازاز؟ ما انا ممكن ان انا بروزهم بالازاز. حتى ان هو بيسقط بيديكي ضي كده ما تبقيش شايفة اللوحة. فهي الفكرة في الفن دوت ان انت يعني على طول شايفاها وشايفة الخامات ولمساها وكله، بس لو قعدت 20-30 سنة كل ما يقدم اللوحة كل ما قيمتها بتبقى اكتر واكتر. دي لوحات مش عادية، دي لوحات غالية، وان اللي ما يقدرش يحط 2-3 في البيت يعني واحدة لو عملت صورة الفرح بتاعتها كفاية قوي طبعا. لانهم بيتكلفوا يعني، مش كمان ان انا ببيعهم غاليين، هم بيكلفوني لان الخامات كلها عالية. هذا بتضطري ان انت تبيعيهم غاليين. طب ايه اكتر الاحجار اللي انت بتحبيها؟ يعني انت لما بتيجي تشتغلي كده تقولي ما اقدرش اخلص لوحة الا لما احط فيها الحجر الفلاني لانه قريب جدا لقلبي. المورانو حلو قوي، المورانو بيدي الوان، اولا هو مش بيلمع المورانو. انا مش عارفه لو حضرتك تشاوري لي كده زي اللوحه اللي هي فيها البنت اللي بتعزف على الميوزك دي، ده المورانو الاخضر ده كله، دي قطع مورانو. اللولي اللولي انا ما تخيلتش ده حجر خالص، انا تخيلته معقوله ده حجر. ده حجر. واللولي بيدي نتيجه حلوه قوي، واللولي الوقت فيه اشكال. على فكره احنا عندنا خامات حلوه جدا هنا في مصر، يعني في خامات بلاستيك وفي خامات حقيقيه بس واسعارها يعني، انا لما اكون في كندا واشتري الخامات بتطلع اغلى من هنا، بشتري كل خاماتي من مصر. انا كنت لسه هسالك، انت ما تقابليش اي مشكله خالص في الخامات؟ يعني الخامات واضح من اجابتك انها متوفره عندنا، كمان باسعار ارخص من بره كتير. طيب ده خليني برضه اسالك، انت شغلك ده يعني بتسوقيه بره؟ انا شغلي بصراحه هو بيتسوق بره. يعني هنا مش اكتر، بيجي لي عروسه بيجي لي مثلا تاخد تابلو، لكن بره بياخدوا في حاجات بتحط في المتاحف، لما بعمل حاجات من التراث بتاعتنا بياخدوها هناك يحطوها في المتاحف. يعني في امثله تقدري حضرتك تقول لنا عليها؟ يعني مدخل خان بره، مدخل خان الخليلي مثلا حطوه هناك في المطار، وانت نازله من المطار في فانكوفر حاطين اللوحه بتاعتي. المدخل بتاع خان الخليلي وازاي البياعين بالجلاليب بتاعتهم وازاي الارض، يعني المدخل الشكل القديم قوي ده، وكل الحاجات مستعملاها بالنحاس اللي هو المأكسد المصدي، فمديكي شكل للوحه كان بقى لها 300 سنه. طب احنا ازاي ما نقولش حاجه زي كده؟ يعني حاجه جميله ومشرفه زي دي احنا ازاي ما نقولها؟ ايش يعني؟ انا بقول ان عايز يتعلم يجي يتصلوا بيا وييجوا الجاليري، وبعدين بعمل لهم اختبار قبل ما باخدهم. هايل. وبعدين اعلمهم. هايل. يعني حياتك كمان ممكن تقولي ان هو ده كان سؤالي في الاول، يعني حياتك ممكن كمان ليكي عذره ان انت لما يجي حد تقولي ده مش هيلقط، ده مش هيفتح، يعني مهما قعدت علمته هو مش هيبقى عنده الفكر ولا عنده الايد اللي كمان تشتغل بحرفيه عاليه. ايوه بالظبط كده. بيبان صح؟ بيبان بيبان في التصرفات والشخصيه. البنات انا بعلم اكتر بنات، ما بعلمش ولاد. يعني انا كنت لسه هقول لك في ولاد كمان ممكن يكونوا حابين هم حابين، بس انا بحب البنات عارفه ازاي؟ عشان نبقى زي فاميلي مع بعض كده في الجاليري كده اهو، انا احب الجو الاسري ده. فاما بعلمهم انا ببقى عارفه دي هتلقط وعندها استعداد ودي لا كده، يعني ببقى فاهمه. طيب حياتك اللوحه اللي انت رسمتيها لخان الخليلي والارضيه بتاعته كلميني عنها شويه، وكمان عايزه اعرف عشان تفتني حاجه زي كده، يعني هي موجوده اصلا في الحقيقه لازم تروحي المكان ولا ممكن ترسميها وانت يعني بعيد؟ انت بتحبي المكان ده وحافظه تفاصيله فانت ممكن ترسميها وانت مش موجوده في المكان نفسه؟ لا، ممكن ان انا لازم اكون في المكان، لان وانت في المكان بيلفت نظرك حاجات فنيه كتيره قوي غير ما تاخديها من كارت، او ان انت مثلا زرتي المكان ومشيتي منه، لكن لما بتعملي سكتش وتاخديها في نفس المكان بتطلعي تفاصيل دقيقه، الالوان الحاجات اللي لابسينها كل الحاجات دي تفاصيل بسيطه. ايوه هي اللي بتدي عمق للوحه. فالحقيقه هو الخبير شافها وقعد يقول اللوحه دي عجباني قوي، طبعا هي كانت كبيره قوي، كانت مترين في متر ونص، نقلوها فقال لي ممكن تعملي واحده مش متبروزه؟ قلت له صعب جدا ان احنا نعمل واحده مش متبروزه، فاجل سفره واخدها كنت عرضها في الازهر بارك، يعني حاجه يعني كل الناس تشوفها، وبعدين راح مسفرها، اجل سفر وسفر اللوحه وقال لي ان هو هيحطها في المتحف، والحقيقه يعني بعت لي بقى ايميل ان هو يعني مبسوط خالص. هايل.
طيب انت لما بتقعدي تشتغلي وبعد ما اللوحه هتخلص وتقفي كده تبصي عليها من بعيد تشوفي قد ايه انت يعني مجهودك اتحقق يعني في لوحه موجوده فعلا في الحقيقه، بتاخدي راي حد؟ لانه الموضوع ده بيتقسم نصين، في ناس فنانين بتحب قوي لما تعمل حاجه تاخد اراء الناس المقربين اللي عارفه ان هم فعلا هيقولوا لها الراي الحقيقي، في ناس تانيه تقول لا انا مش عايزه اخد راي حد، انا اشتغلت وعملت شغل وتعبت فيها، انا اللي قايم لوحتي مش اي حد تاني. بصي يعني هو السؤال محرج شويه، لان انا ساعات لما حد بيقول لي لا 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 كان لازم تحطي اللون ده، لا لا كان لازم تشيلي ده، بحس بقى ايه، مش بحس يعني ليه يعني، طب انا شايفه ناحيه جماليه في النقطه دي، بس طبعا بيحصل. وفي مثلا اكون مثلا عامله شجر وحاطه الالوان ان هو بدا يصفر، عشان هناك في كندا بتشوفي الاربع فصول في يوم واحد، في يوم واحد بتشوفي الاربع فصول، شمس وبعدين مطر وبعدين الورق اللي بيصفر. فلما باجي اعمل لوحه بتخيلها كده يقول لا 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 احنا ما عندناش ورق شجر اصفر، ازاي يعني؟ فين الخيال؟ طيب بالظبط. فانا بحب يعني